هلا بيا يا رز على ملوخيه يا كنت قاعده اتغدى وضربني بالمخده في لا ايه ده فشتك ايه اللي انت بتتفرجي عليه ده انا كنت فاكرك قطه مغمضه اتفرجي على مجلات يا نهار ابيض ده كلام برضو قولي لي بقى اتفرجي على الحاجات دي من امتى وجبتيها هنا ازاي انطقي دي انت هتاخد من فدوكة بقى انت اللي شايل الحاجات دي ليه دي حاجات استغفر الله العظيم دي لا استغفر الله العظيم ايه دي كتب المدرسه المدرسة هبلاني ما رحتش مدارس دي حاجات حرام وعيب وهتدخلك النار طب وحياتك انت دي كتب مدرسة طب قوليلي انت سبت المدرسة وانت في سنة كام؟ تالتة أول دي بقى خمسة تالت شفتي انت لو كنت كملتي كانوا اديك الكتب دي طب طالما يعني هي كتب مدرسة خبيتها تحت المرتبة ليه؟ ده انا خبيتها عشان اختي ماري ماما قالت لي ان انا اخبيها كده عشان هي لسه ما خدتش الكتب دي في المدرسة شفتي بقى سيبيني بقى اذاكر عشان انا عندي امتحان رهيب في صفحه 10 ماشي ودعيلي ربنا يوفقك توحة أنا جوايا كلام كثير أريد أقول لك عليه أنا قلت لك مش هتلمس مني شعرة اديني المفتاح وخليني أنزل تزلي تروحين فين وتتركيني لحالي يا توحة والنبي ما تضايق خلقي بقى بدل ما لم عليك الناس كلها ورقة بالصوت ترقعي بالصوت وتفضحين نفسك وتبقين توحة المفضوحة لا هفضحك أنت ما حد راح يصدقك راح قولهم إنك سرقتيني أنا سرقتك ليه كده يا شيخ؟ ما حرام عليك كفايه الغول اللي انا فيه سرقتيني يا توحة سرقتي قلبي بقولك ايه؟ زي ما انت كده قول كل اللي انت عايزه وانا نازله من باب المطبخ انا قفلت باب المطبخ قبل ما تيجي هي بقت كده؟ ماشي يا مجنونة انت مين تعمل ايه يا مجنونة؟ مش انا بقى سرقتك وهتسجن؟ اعمل بقى اللي انا عايز اخد حقك لا 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 اشتري طلع المفتاح عشان اخزلك في رقبتك اجيب عجلة خذي المفتاح يا مجنونة خذي المفتاح امشي جاتك مصيبة تشيلك انا ناقص مجانين امشي كلامك يشغل بالسكة على دماغها اعوذ بالله اعوذ بالله منك ومن اشكالك زين يا توحة زين أنا راح أوريك إيش راح أسوي فيكي أنا حاسس إن الموج عالي قوي هنا عشان كده أنا عمال أغرق وأعمل بلق لق لق بس يلا لحسن أتصل بالمطافي وتيجي ترش عليك صحيح ده ممكن يتقبض علينا في ثانية أنا معيش البطاقة طيب خلاص حد يحاسب على الخمرة اللي إحنا كلناها دي يا وزة معدي كده لا سلام ولا كلام ابعد عن سماك السعاد يا سيد شكل سماكي مغيمه وشكلها كده هتمطر طب كويس يا اخويا انك فهمت فاتكل بقى من قصادي بدل ما تقوم عليك زعبيبي لا ده احنا كده انتقل بقى فيها وزه مالك بتكلميني شحط كده اصل يا اخويا الناس رايحه وجايه وانت واقف تتكلم معايا كلام عوج ملوش اي لازمه يا بنت بطمن عليكي في ناس شافوك النهارده وانت نازله من بيتكم معيطه خير لا اطمن اطمن يا اخويا طب هشوفك امتى معرفش حلو الميعاد ده طب انت مش عايزه ايات ولا حاجه لا شكلها بتموت فيا بس مخبيه عليا يا دنيا يا هبلتي بعد الشر عليك يا اختي بعد الشر مالك يا رشا فيها ايه؟ مالها؟ في حاجتك يا حبيبتي اهي مالها فيها ايه؟ مالها؟ انا مش شايفه يا توحة مش شايفه خالص مش شايفه يعني ايه فين النضارة؟ بتلبسها برضه مش شايفه انا شكلي اتعميت ولا ايه؟ والنبي يا اختي ما تقوليش كده عشان خاطري والنبي فيهم شويه حساسيه يلا على فين؟ رايحين يا اختي المستشفى، خلي بالك انت من العيال. عيال ده ايه؟ رجلي على رجلك وتعالي يا طب يلا يا اختي. على مهلك يا حبيبي. على مهلك. سددي عليا ما تخافيش، على مهلك. يلا يا اختي. خير خير ان شاء الله خير، تعال راسي هتتفرتك يا رجاء يا اختي. شديلي عليها يا اختي بعد ما معاك. بقول لك ايه يا حسنية يا اختي؟ مش اخوكي شغال في الارزخانة؟
ما تشوفه لي يا اختي يشوف لي العلب ده، احسن جنبي ابتدى ينقح عليا، دورت على الفوار ده مانيش لاقياه. ان شاء الله اشوفه لك عنده. طب خدي يا اختي حق العلبتين. يو فكرتيني يا حسنيه يا اختي، هاتيلي معاكي شب الشمانه الحام، احسن اخر حبايه هتخلص مني العلاج. هو انت لسه مرافقه السواق؟ والنبي يا اختي من ساعه الطلاق مانيش عارفه انا بعمل ايه. والله لو المدام احسان عرفت ان انت يا بتنجسي العربيه مع السواق بتاعها لا تدوسك بيها. الواحده بتفك عن نفسها وبتتسلى بدل ما هتطق من جنابها. انا لو على كده ما خدتش بالي من روحي هبقى زيه. اوعي يا خوخ، اوعي يا بنتي يا خوخه، اوعي. البنت تعبانه قوي، عينيها خلاص هتضيع وبعد عليها مش هتشوف. يا لهوي خير يا ساميه؟ في ايه؟ انا مش شايفه اي حاجه خالص، انا عينيا بتوجعني قوي بتوجعني. حبيبتي يا بنتي يا حبيبتي، ما فيش يا اختي دكتور عيون هنا ولا ايه؟ ما انت عارفه يا ساميه الموجود هنا دكتور نبطش امتياز وكمان بطنه. يعني ايه يا اختي؟ ما فيش هنا دكتور عيون؟ ما فيش مستشفى نظيفه نروحها؟ البنت نار عينها هيروح. طب خد الكارت ده في رقم الدكتور وعنوان المستشفى، ده المستشفى نضيف قوي والدكتور كويس قوي. ماشي ماشي، خلي بالك الفيزيت عالي قوي. ما يهمنيش. يا توحة انا مش شايفه يا توحة، خليكي معايا انا شكلي هموت. ما تخافيش يا رشا والنبي ما تقولي كده، رفضك يا اختي والنبي ما تخافي ما تخافيش. يلا يا اختي يلا على المستشفى بسرعه. بشويش نزلي رجلك بشويش. ايه هتعملوا ايه؟ بقولك يا عم معتمد بسرعه وقف تاكسي، يلا البنت مش قادره تقف على رجليها. يلا يا بنتي يا مش خايفه؟ لا يا حبيبتي ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش يا رشا. تعالي يا تعالي يا بنتي. يا عم نوح جرى ايه يا راجل؟ على مهلك شويه. ما تمشي شويه وانت ساكته. الله، هو انت جرى وراك بهيمه؟ وبعدين هو انت ايه؟ مركب في رجلك برجل؟ باين عليكي بنت لمضه مش بتاعت شغل. لا يا اخويا بتاعت شغل وبجري وراك لعيش، انما اجري وراك انت اهو ده اللي جديد عليا، حاجه غريبه والله. اقفلي بوقك شويه. هو انت واخدني فين؟ ايه المكان الغريب ده؟ تكونش خاطفني؟ ايه؟ خاطفك؟ اه صحيح، تخطفني ده ايه؟ ده انت مخطوف خلقه او عايز حد يخطفك. ربنا يستر، الواحد مش عارف هو رايح على فين والدنيا واخده من حته لحته. ربنا يستر يا وسه، ربنا يستر يا وسه. انت بتقولي ايه؟ لا ما بقولش حاجه يا اخويا، بقول يلا نتكل على الله عشان نشوف اخرتها. اتفضل. اشفيك يا رشا يا رب.